اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود اللي فيه نغم مميز جدا. مواصفات هذا العود عند الوجه من السيدر الكندي قطعتين. العود مثل ما احنا ملاحظين فتحة واحدة، اكيد الظهر من الميبل والفينجي بالاضافة للزند والبنجوق. البنجوق من الطرفين من الفينجي بالكامل. عندنا المفاتيح والمسطرة من الأبنهوس درجة أولى، وعندنا زند عياري في هذا العود. من هنا نتحكم بكل بساطة ببعد الوتر عن الزند أو عن المسطرة. الأوتار عندنا من كروشنر دوزان دودو. خلونا الآن نبدأ نستعرض العود ونختبره مختلف المساحات الصوتية. عود يستحق الاستماع فعلا. نبدأ. Thank you.
قمة الروعة وغاية الروعة صراحة. خلينا نختبره بجو مختلف ونختم. بالتوفيق وألقاكم على خير. إلى اللقاء.